ام غيب وامر من الامور لا امر من الاوامر وحي ضبطابتو هل لغا ويسا قاتو وحي ضبطابتو يعني لغا ويسا قاتو كو ويسا قاتو وحي ضبطابتو وقال هبيي وقال الصلاي وقال كريي اي نوع ضبها دو طابتو كو ويسا قاتو دو ويلا فرمشاها طالب هداد جريتو مالسك عن طوب صدا ذات عاماء او انا الهي كحشوضان اي كورونيت وذلك تصالي ككان اي كقول جابر وجابر هذا الكويري وكله كان اخر الامرين لبدا ارين امرين وامر من الامور لا امر من الاوامر امر مركو ياهي وحا سميه وحا لو جمعيا اوامر ارين مركو ياهي بمعنى شاننا امور لو جمعيا هذا وامر من الامور لا من الاوامر مركز وقل كان آخر الأمرين لبدا أخرين مت كدم بيي من رسول الله رسول كيرا يحكي سعال أي كأهابين صلى الله عليه وسلم لبدا أخرين أو أه وحي ضبطابتو هل لغا ويسقاتو وحي ضبطابتو يان لغا ويسقاتو لبدا أس أخرين ما بيقى لبدا بلغا مخل يدم بيي مركز كان آخر الأمرين لبدا أرين مت كيدن بيجي من رسول الله رسول كيلا يحكي سحالة لبدا أرين كاهدين صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء وإن ويسقات كلاجتها مما شيء جين اللي جو ويسقات مصة النار نار أي تابته وحي دبتابتي ويسقات كي اللي جو ويسقاتنا إلا إسكدايو تاسع دم بيدي حديثنا حديث ثابت وصوان وصحيح حويا أبو داود النسائي وريا من حديث جابر وحاجرتي وصحيح المسلم كقصوان نبي صلى الله عليه وسلم مركي كبات إلو يري توضأوا مما مصت النار صحيح المسلم كقصوان كوي سقاط وحي ضبطابتي والهبي والصلي ولا كريي اي نوع دبها دو طابتي كوي سقاط وحاس وحي ربان هنقض اي نوع ربان هنقض اما هيلف هنقض اما وح كري هنقض وحي دب طابتي كوي سقاط مركي هو رساس وح امر كي رسول صلى الله عليه وسلم ما هكذا بي في ريادي من ما وما وموصول مشترك وعام وح الله وحي دب طابتي الله في جسدك وكان الشهد ده عبتين تكوي سقاط شهد ده عبتها من ما رصاص عنيدي وموصول مشترك مركي دم بينا محلي محاك دم بي ترك الوضوء من ما مصة النار ما هو موصول مشترك أيضا نفيد وح الله وحي دبتارتها كلا قادنين هكوي سقاطنين وعام كي هو أنا عام وهكذا أنا وعام عام كنا عام كوان السقاط وانا صح لكن سيد الامام النووي رحمه الله شرح المهذب ك واد او عديي وحان سو غلي وخي دبطارتي هليب كجيل هليب كجيل اسو ما سو غلا وا لغا ويسا قادان سيده او دورتي امام النووي رحمه الله امام البيهقي محدثين تاع علماء الشافعيه سيده دورتان وين لغا ويسا قاد ما دعي ما لا يراهدو وا ما لا نسخ dadka gabal saas uu u dhigan qaabkaas laakiin sidaas u dariiqada usul fiqiga ku soo maydo adilladana marka la dariishana dariiqada loo dariishada leedo halka laga barto usul fiqiga laga barto usul fiqiga ka hadlo dawada farmashaha taala hadaa jireeto mal iska cantoobsada waa jirana isoo cantoobi dala saas miya la isugu daweeyo maya adilada kitaabka iyo sunnada marka la dariishana آيات إيسو قبو وحلال وحاس تاس إيسو قبو وحرام ساس ما أصول فقهي الله برتا ضربت سيد لو دريشي ودلالات الألفاظ هي أدلة الله بدا ما هل كاس لو برتا وحي تاي مركا هيرب كجيل اللي راح ديسو الصحيحة كوسو أروت سيد الإمام نووي أو وح لو غتشوا بأن الأكل كريت
أما اللي يريده والله نصعي محايا العساقة بيه دابا طابطي حديث كهيليب جيلك وخاص حديث كنسقي شيقنا وعام قاعدتنا واحدة الخاص مقدم على العام عام يا خاص اسم النصر حديث عام وخاص من النصر اي وحوين وخصيصة وخصيصة حلو رجي ده لما وحيد دبطابتي يان لقى ويسا قادا هيلي بك جيلة مركي لقى الرياض ساس ويمعنو وخصيصة يان لقى ويسا قادا انتيا هل حبا لقى الرياض ولي حديث كاسوحا قصو مركا النبي يري هيلي بك جيلة هل لقى ويسا قادا وحي إهات مركي لأقرادي وحي دبطابتو إنا لقى ويسا قادا مركو فصحي أو يريان لقى ويسا قادا كد بو يري هيلي بك جيلة لقى ويسا قادا وحكي وجهت حديثك لقيت لفظ حديثك واصدا صحيح المسلم كوكويا من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا رسولك ويدي وهو يري أتوضا من لحوم الغنم هيلم كأريج مكوي سقادنا قال إن شئت فتوضا وإن شئت فلا تتوضا فيري هذا ربتنا أدو كوي سقاب هذا ربتنا هكوي سقاب حوتو سحديث كاش هيل مركز ونبي قوي ديني واجب ما هاي الهيلب كا أرجع أما واحد ضبطابتين اللي قوي سقاب هاي الهيلب كا أرجع واحد ضبطابتو كمدي نبي وحر هذا ربتنا كوي سقاب هذا ربتنا هكوي سقاب قال أتوضا من لحوم الإبل هيلب كجيل أسرع مكوي سقط الرسول كالله قال نعم ها فتوضا من لحوم الإبل كوي سقط هيلب كجيل صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح حش المسلم كتب لا عامة أو إن إلهي كحش هذا ما يكون رانيت أوحي كان قصة الله يابو أو حديث كاسمه بقينا وهر تجانا يهربان لا يا بني أنت واحد رايح صلاة واحد رايح يقعد مأستاج قصة أدلع يا بني بحيرة النبي عمر كناه يهلك الجيل هلا جو يسقط صحابة من جوين يا النبي قام ميت كم إذا عاريا كبحصة عاريا دي مريا كبحصة تأسر النبي قراءة هلك الجيل قف كي عنا يهوى سقطه وقصة عن أصل حين النبي صلى الله عليه وسلم ما وحى الله صادره تلبيس ضدك إنه مسائل كقصة مسائل وعدي إنه وعدي الله صدق يا هك نبي إلا قولك أكو هذا لا وشرع هل لو سقط الدوري مسلم واحد كان فهم يعني واجب تهيلب جل لو سقط أيضا مرك إلى هاي مين هيلب جل هل لو سقط مي عن نبي ضدك متسيرة هيلب جل لو سقط سبحان الله تاسو وضعني نبي على الدرة نبي أشياء صدق حقه وعديك